شوف الالوان كيف. بصراحه غريبه كيف انه احنا ما بنعملش هذه الاكله مره في الاسبوع على الاقل من كتر ما هي. معلومات قد لا تعرفونها عن الشيف ابو جوليا. سبب اختياره هذا اللقب غير متوقع، وهكذا احترف الطبخ. عاش الشيف الفلسطيني لفترة طويلة في غزة، انتقل إلى بريطانيا وحقق الشهرة الكبيرة. وما علاقة لقبه أبو جوليا بنجمة عالمية شهيرة؟ ندوق أم جوليا مرتين. أيوة بس بوسة بالقشط. صدر الشيف الفلسطيني محمد سبيتا الشهير بأبو جوليا الترند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلنت زوجته طلاقها منه في منشور على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالبحث في معلومات عن الشيف أبو جوليا، فقد تبين أن اسمه الحقيقي محمد خالد سبيتا، ويبلغ من العمر 32 عاماً، من مواليد غزة، وعاش بها حتى عمر 27 قبل الانتقال للعيش في بريطانيا عام 2017. أول ما سمعت عن هذه الوصفة قلت لحالي مش منطقية، ما بتزبطش، ما بتطلعش طيبة، بس انتوا عارفين أنا لازم. بدأ حياته العملية بعمر 15 في ورشة والده للحدادة، واستمر بها حتى رحيله عن فلسطين، كما حصل على شهادته الجامعية في الأدب الإنجليزي. انتقل للعيش في بريطانيا مع زوجته الطبيبة التي كانت تواصل دراستها في الطب. أما عن تعلمه الطبخ واحترافه له، فأشارت المعلومات إلى أنه تعلم أبو جوليا الطبخ بعمر 13 على يد جدته في فترة مرض والدته، ليبدأ شغفه بالطعام وإعداد المأكولات المختلفة. بنزلهم زي هيك. حبايبنا اللزم، كيف حالكم؟ عملت هدول مبارح وطلع. وكان عمل أبو جوليا بالترجمة بعد انتقاله إلى بريطانيا، إلا أن حبه للطبخ قاده ليصبح شيف في أحد المطاعم لمدة عام ونصف. وأثناء جائحة كورونا والحجر المنزلي، تعلم أبو جوليا المونتاج، وأطلق في أغسطس 2020 أول فيديوهاته، ليبدأ مسيرته كأحد أشهر الطهاة العرب عبر الإنترنت، ويصف نفسه بأنه صانع محتوى وليس مجرد شيف يصور الفيديوهات. تتابع صفحة أبو جوليا عبر فيسبوك حوالي 7.8 مليون شخص، إلى جانب 2.1 مليون متابع عبر تيك توك، و 1.8 مليون متابع عبر إنستغرام، و 861 ألف مشترك عبر يوتيوب. يا سلام يا حبيبي يا حبيبي. أما عن سبب إطلاق لقب أبو جوليا عليه، وذلك على الرغم من أن لديه طفل وحيد يدعى خالد، فقد اختار محمد سبيتا لقب أبو جوليا حباً في اسم جوليا نسبة إلى نجمته المفضلة جوليا روبرتس، ويرى أن لقبه الصحيح هو أبو خالد نسبة إلى اسم والده. ورغم أنه أوضح تلك المعلومة عدة مرات، إلا أن البعض يظن أن جوليا هو اسم ابنته.